صدمة، مصر تكشف ما تقوم به إثيوبيا وتتحدى مصر في سابقة لم تحدث، ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، البابا تودروس يعلق على تدخل الجيش والدولة في الاقتصاد. ومصر تقوم بعرض سلاح فتاك، ننشر التفاصيل. ومصدر يكشف حقيقة استشهاد ضابط مصري في سيناء. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد دجالا ضرب شابا حتى الموت في الشرقية، ننشر التفاصيل. وعاجل تفاصيل قيام مصر بالنجاح في تصنيع مادة تستخدم في صناعة الأسلحة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط ايضا على زرار اعجبني او اللايك عشان توصلك الفيديوهات والاخبار اولا باول. عاوزين نوصل لي 1000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمه تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معنا. وفي مفاجاه كبرى، البابا تودروس يعلق على تدخل الجيش والدوله في الاقتصاد. علق البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في مصر، على تدخل الجيش والدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات. وقال كل ما يحدث تأكيدا، لأن الوقت أغلى عنصر لدى الإنسان، لأنه لا يمكن أن يعوض. يمكنك اقتراض الأموال من الدول، لكن لا يمكنك أبدا اقتراض الوقت. الدولة تنفذ مشروعات كبيرة كل يوم، فيكفي مشروعات الطرق والنقل وتطويرها والقطارات الكهربائية والمونوريل، فهذه جميعها مشروعات رائعة. لا أرى أي مشكلة في تدخل جهات الدولة بالاقتصاد وتنفيذ المشروعات. وأوضح أنه هناك الكثير من المشروعات الناجحة والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، والمشروع الذي كان ينفذ في 3 سنوات أصبح ينفذ في عام واحد فقط. وخير دليل افتتاح قناة السويس في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات. وأكد البابا تودروس الثاني أن إلغاء حالة الطوارئ يساعد على تحسين الاقتصاد والسياحة المصرية ويفتح المجال للحياة الطبيعية. أشار إلى أن قرار الإلغاء شهادة للعالم أجمع أن بلادنا مصر في تحسن كبير رغم جميع التحديات التي واجهتها، خاصة في محاربة الإرهاب. أضاف أن احتفالية افتتاح طريق الكباش تعبير عن الواقع على التقدم في ظل إلغاء مد حالة الطوارئ، وأن الحياة تسير بشكل جيد بلا أي قوانين استثنائية. مصدر معنا كان من صحيفة القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهذا هو بيان البابا تودروس عن تدخل الجيش والدولة في المشروعات المصرية. يعني أنا صراحة مش شايف إلا كل نجاح في هذه البلد، أي مشروع بيدخل فيه الجيش بينجحه. يعني عندنا مثلا مجال زي مجال تجارة السيارات او تصنيع السيارات، التجار والناس اللي ماسكة السيارات في مصر يعني كام عيلة. لو الجيش دخل يعني هيحل هذا الامر، الجيش المصري او الدولة لو دخلت في موضوع تجارة السيارات او تجميع السيارات، يعني هيبقى في رحمة كبيرة جدا للمواطن المصري. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهذا كان يعني مثال صغير بالنسبة لأمثلة كثيرة في مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وصدمة، مصر تكشف ما تقوم به إثيوبيا وتتحدى مصر في سابقة لم تحدث. وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن إنشاء إثيوبيا سد النهضة بهذا الحجم الضخم وبدون وجود تنسيق في التشغيل بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير عبد العاطي بمقر وزارة الخارجية المجرية على هامش المشاركة في مؤتمر كوكب بودابست للتنمية المستدامة المنعقد في المجر. وأشار عبد العاطي إلى أن الأمر يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو ما ترفضه إثيوبيا. أكد أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل ل 85% في أقصى حالات الجفاف. وأضاف وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أشار إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل،
وبينها خزان أوين في أوغندا الذي قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تيكيزي وشراشارا وتانا بلس. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. إثيوبيا لا تريد التنسيق بين السدين، لا تريد التنسيق بين سد النهضة الإثيوبي وبين السد العالي، وهذا الأمر خطير جدا على السد العالي. هنشوف إن شاء الله في الأيام القادمة يعني إثيوبيا مخبية لنا إيه، ولكن إحنا جاهزين لكل السيناريوهات كما قال رئيس السيسي، يعني محدش يقدر ياخد نقطة ماي من مصر، كلنا على ثقة في كلمة الرئيس. وأترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومصر تقوم بعرض سلاح فتاك، وعرضت وزارة الإنتاج الحربي المصرية في معرض الصناعات الدفاعية إيدكس 2021 قذيفة الأعماق نورس 1، وهي واحدة من الأسلحة المصرية التي يمكنها تدمير الغواصات، وتستخدم القذيفة لمكافحة الغواصات حيث يمكنها تدمير غواصة على عمق 300 متر تحت الماء. ويتم إطلاق نورس 1 من قاذف RBU 1200، ويصل وزنها ل 90 كيلوغراما، وهي مزودة برأس مدمر وزنها 30 كيلوغراما. ويمكن استخدام قذيفة الأعماق المصرية نورس 1 ضد الأهداف البحرية في نطاق يتراوح بين 1700 متر و 3600 متر، ويمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالغواصات أو تدميرها في حالة تعرضها لإصابة مباشرة بأكثر من قذيفة. وتستخدم قذائف الأعماق لتدمير الغواصات من خلال إسقاط قذيفة ذات رأس حربية في الماء بالقرب من مكان الغواصة للتفجير، حيث تخضع الغواصة أو الهدف لصدمة قوية تتسبب في تدمير الهدف أو إحداث خسائر بالهيكل الخارجي. هذا واختتم معرض الصناعات الدفاعية إيدكس 2021 فعالياته بعدما استمر على مدى 4 أيام، عرضت فيه نحو 400 شركة العديد من التقنيات العسكرية المتطورة، وشاركت فيه أكثر من 40 دولة. مصدر معنا كان من صحيفة مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. شرف كبير لي أنا كمصري إن ألاقي يعني في معرض إيدكس 2021 بعض الصناعات العسكرية المهمة، فده شيء مشرف جدا ومفرح. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومصدر يكشف حقيقة استشهاد ضابط مصري في سيناء. ونفى مصدر أمني مصري ما تم نشره بإحدى القنوات التلفزيونية حول استشهاد ضابط شرطة بسبب انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء. أوضح المصدر أن الواقعة المشار إليها تتعلق باستشهاد أحد ضباط الشرطة التاريخ 21/5/2016 أثناء تأدية واجبه بشمال سيناء. وأكد أن ما تم نشره في هذا الأمر يأتي في إطار المحاولات المشبوهة لنشر الشائعات والأكاذيب حول استقرار الحالة الأمنية بالبلاد. المصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وزي ما احنا عارفين ومتأكدين من هذا الأمر إن في أشخاص هدفها الأول والوحيد هو نشر الشائعات، يعني هدفهم بكل صراحة إن يخلي مصر غير آمنة. يعني أنا جبتها لك باختصار بدون الدخول في تفاصيل كثيرة. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننزل مع بعض الخبر آخر. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد دجالا ضرب شابا حتى الموت في الشرقية. وألقت الأجهزة الأمنية بناحية فاقوس بمحافظة الشرقية المصرية القبض على دجال بسبب تعديه بالضرب المبرح على شاب حتى فارق الحياة بزعم استخراج الجن من جسده. في التفاصيل، تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغا يفيد بوفاة شاب يدعى محمد 21 سنة مقيم في قرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس بسبب تعدي دجال عليه بزعم إخراج جن من جسده. وانتقل قوة من المباحث إلى القرية، وتبين من التحريات أن أسرة الشاب المتوفى استعانت بالدجال لعلاج ابنهم، فأخبرهم أن هناك 3 من الجن يلتبسوا جسد الشاب وأخذ يضربه بالعصا بزعم استخراجهم، إلا أن الشاب لم يتحمل الضرب وفارق الحياة. وقبضت الأجهزة الأمنية على الدجال وعدد من أسرة المجني عليه، وبمواجهة الدجال ادعى أنه كان يعالج الضحية. ونقل جثمان الشاب إلى مستشفى القرين المركزي حيث تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة،
وتم تحليل محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. مصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني للأسف عاوز أقول الكلمة دي، ولكن ممكن ناس كتير تزعل مني، ولكن بسبب الجهل في بعض الناس بيلجأوا لناس يطلق عليهم شيوخ، ولكن للأسف هم دجانين، يعني نصابين بياخدوا فلوس عشان يعملوا بعض الشعوذة ويبينوا ان هم يعني شيوخ ودجانين وبيعالجوا بالسحر. فهذا نتيجة الجهل. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل تفاصيل قيام مصر بالنجاح في تصنيع مادة تستخدم في صناعة الأسلحة. أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي أن مصر نجحت في إنتاج الصلب المدرع المستخدم في إنتاج جميع العربات المدرعة. وأضاف مرسي خلال حواره ضمن برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وحسام حداد وجمانة ماهر: نجحنا في إنتاج الصلب المدرع المستخدم في إنتاج جميع العربات المدرعة، سواء التي تم إنتاجها في الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع أو مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات. فقد كنا نشتري الصلب من الخارج بالعملة الصعبة، وقد نتعرض للحظر لأنه منتج استراتيجي هام. وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية الاستفادة من الإمكانيات الخاصة، وبالفعل نجحت الوزارة بالتعاون معه في إنتاج الصلب المدرع لإنتاج مدرع ST 500 أو سيناء 200 بتصميم مصري وإنتاج مصري بمصنع 200، لافتا إلى أن مصر حصلت على المحرك والمحاور لأن دول أخرى قطعت شوطا طويلا فيها ولديها تكنولوجيا عالية، لكن باقي إنتاج المركبة من إنتاج مصري كامل. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحية كبيرة للجيش المصري اللي بيبهرنا دايما بتصنيع الأسلحة الجديدة وامتلاكه أحدث الأسلحة للحفاظ على أرض مصر وشعب مصر. تعالوا ننتقل لخبر أخير ولكن سريع معانا، وهو يخص يعني محمد صلاح، وللأسف حاجة محزنة جدا. أصوات العرب خذلت صلاح في سباق الكرة الذهبية. تعرف على البلدان التي صوتت له. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية تسريبات من تصويت الصحفيين في جائزة الكرة الذهبية بالون دور لعام 2021 لاختيار أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم، ويصوت 180 صحفيا على مستوى العالم لاختيار الفائز بالكرة الذهبية بين 30 لاعبا يتم ترشيحهم لنيل الجائزة المرموقة. ويرتب الصحفيون قائمة مكونة من 5 لاعبين بحيث يحصد الأول 6 نقاط والثاني 4 نقاط والثالث 3 نقاط والرابع نقطتين والخامس نقطة واحدة، ويفوز بالجائزة اللاعب صاحب العدد الأعلى من النقاط. وفي حال تساوي لاعبين في عدد النقاط تذهب الكرة الذهبية إلى اللاعب الأكثر اختيارا في المركز الأول. ونال الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية العام 2021، وجاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز السابع، وهو ما فاجأ الكثير نظرا لمستواه المتميز مع الريد. وحسب القوائم المسربة فإن أصوات العرب في المركز الأول كانت بعيدة عن صلاح، ولم تختاره سوى 6 دول فقط من إجمالي المشاركين في التصويت، وهي اليمن والأردن والعراق وفلسطين وجنوب السودان ومصر. ولم يصوت من بين الصحفيين في المركز الأول لصالح محمد صلاح من غير العرب إلا بوتان من آسيا. كما خلت الخيارات 5 من اسم محمد صلاح في ورقة التصويت الخاصة بالصحفيين الممثلين لدول تونس ولبنان والجزائر وسوريا والصومال وموريتانيا. أصوات العرب في سباق الكرة الذهبية العام 2021: من مصر محمد صلاح في المركز الأول وكريم بنزيما في المركز الثاني وميسي مركز ثالث وروبرت لوفانوفسكي في المركز الرابع وكانتي في المركز الخامس. في الجزائر جورجينو وكيفين دوبروين ورياض محرز وروبرت لوفانوفسكي وليونيل ميسي. في السعودية جورجينو في المركز الأول وميسي في المركز الثاني وكانتي في الثالث وفرنانديز في المركز الرابع ومحمد صلاح في المركز الخامس. أنا كده ذكرت يعني بلدين فقط من مجموعة الدول، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا إي بي على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.